حبكت تختاروا المره دي وانا هغني اغنيتي، فخلاص هغني للفيفوريت ايدول بتاعي اللي هو انا. هقول لكم ايه؟ طيب بالله بالله عليك لو معاكي نمرتها جيبيها عشان عايز اقول لها حاجه. انا نفسي انا يبقى معايا رقم. رقمها؟ يا مش نمرتها زين بره رقد زين روحي نامي. وانت هتغني لمين؟ انا بصراحه ماي ايدول بدر حكيم. هتغني قهوه؟ ايه هيغني قهوه. وقف شعر بدر اتفضلي. بعيني انا كمان وقف شعر بدني. ها هيثم مين الايدول تبعك؟ عمرو دياب. بس كتفه يشتغل اطشم انا شو ان نمبر 1 وبدر مين الايدول تبعك؟ انا عندي اكثر محمد هنيدي بدر نمبر 1 والله عندي اكثر من ايدول ما امزح. وانا كمان بس انه المين فوكس هلا على وائل كفوري. هلا اعطينا واحد بس ماني عارف. غالبا غالبا لو حغني الايدول يعني لو كلنا قررنا حغني عبد الرحمن محمد لانه يحب قصته. مسيرته ممكن فيها شبه من المسيره اللي انا حاطها في بالي لانه هو بدا في برنامج واشتغل على نفسه والحمد لله وصل لمكانه حلو. بس يا جماعه ترى القرار اللي احنا قاعدين ناخده ده ترى والله قرار صعب جدا لانه احنا دحين ترى في مرحله مره قويه وغير كذا حسم مرحله غير انها مرحله حسم كمان المانجرز ما عاد بيدون اي كومنت صح. فانا مش ما في القرار صراحة. كله بيدنا حيكون فاحنا قاعدين نثبت نضجنا الفني للناس حاليا. بس جماعه بس عايز اقول لكم على حاجه، كل واحد فينا هيغني كانه اخر مره هيغني وماذا بينا انه اخر مره تكون معناها من القلب مغنيه وحاجه نحبها وحافظينها وما نغلطوش فيها وما تعبناش منها تكون اخر وقفه لك على المسرح لو انه لا قدر الله خرجت تكون طلعت اللي في قلبك وطلعته بالطريقه اللي يعني اللي الشخص اللي انت تحبه في الفن صح. في الفن صح. بيعملها. يا هلا وسهلا. اهلين. يا هلا كيفك؟ تمام. شو عم بيقولوا لي البرايم ايدلز؟ يس البرايم هذا ايدلز ولازم يختارون الاغاني عاد على الناس اللي يحبونهم فالمفروض انهم يبدعون فيها. إيه ما يحتاج. حلوه صح تريبيوت للايدل تبعهم حلوه الفكره. هاي نمر. نمر نجا. هلا وصلنا لمرحله انه كل غنيه بننقيها بنعتبرها انه هيدا اخر غنيه بنغنيها على مسرح بولفار المواهب. فتال مين الايدل تبعك؟ مين غيره؟ مين غيره؟ ها؟ الكفوري. حبيب قلبي؟ اها عنده كثير قصص رايقه وعبالي هيك انه هيك اخر ايامي يعني بهالبرنامج غني شيء حماسي. اخر ايامنا كلنا مش بس ايام اخر ايامنا كلنا غني قصص حماسيه. حلو. فليل ورعد وبرد وريح يمكن منيحه. اوكي ايوه ايوه يلا منيحه؟ طبعا جميله. يلا ديل بدها رتوشات صغيره رتوشات وهي بتزبط بتزبط. يلا نمر. انا مقتنع بهالقرار لهلا بدي احفظها وبدي اشتغل عليها كثير منيح كرمال اكون متمكن لنهار البروفيت. طالما الايدلز تبعهم عم بنقلوا الاغاني هيك